شوبينج صار أهين على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. قدمنا طلهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيلا شغله بدنا اياها بثواني، بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه. بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود برسار لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا عليها ب 24 دولار بس، تصلوا ببس سلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر TV أو نحن وعم نقرأ بالتخت أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحيلا محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب 88 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما يكون إلا تتصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55. شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسه أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق. هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء، مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55. مين منا ما بحب مفروشاته وسجاداته، خاصة طيبهم نضاف ومرتبين. ديتاش اكسبرس مسحو واحد ووحيد رح يريحك من كل هالمسائل والبقع يلي برأيك مستحيل تروح. ديتاش اكسبرس فينا نستعمله للغسالة على الإيد وفينا نرشه بخاخ. طريقته كتير سهلة على البقع، فاتر، زيوت، شو ما كانت كله بيختفي مع ديتاش اكسبرس وبسرعة. فينا نستعمله على الموكات، على السجاد، على الشراشف، على الكنبيات، فرشة التخت، وأكيد على التياب، حتى الحرير. مواصفاته فرنسية، وأهم شغلة إنه كمية صغيرة قادرة على إزالة عدد كبير من البقع وبثواني. بنظف كل شيء، والميزة الأهم إنه بحافظ على نضارة الألوان. ديتاش إكسبرس هو كيلو بيضاين مدة كتير طويلة، وفيكن تحصلوا عليه ب 40 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان. ما إلكن إلا تتصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن فري ديليفري. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطي الهمفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما إنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة سنتين وفيكن تحصلوا عليها ب 32 دولار. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية. ما إلكن إلا تتصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري.
قد ايه بنتعذب بتنلاقي المخده يلي بتريحنا، واوقات بالسفر بنضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع اربيلو ما بقى نعطل هالهم لانه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون ميكروبي، بس نحط راسنا عليها هي بتتاقلم على الوضعيه يلي اخذناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعيه جالسه للعمود الفقري من الرقبه لاسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا اربيلو مغلفه بقماش بيتنفس لنومه منعشه وصحيه اكثر. وهالمخده لانها مش قاسيه بتمنع تجاعيد الوجه انه يطوروا او يزيدوا، كما انها بتساعدنا على عدم الشخير لانه وضعيتنا بتكون سليمه كل الليل. اربيلو فيكن تحصلوا عليها ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان. ما عليكم الا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم من دون اي كلفه توصيل اضافيه. شو أورغانايزر هالشبه الخزاني يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورغانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو أورغانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة، وإلها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا إنه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورغانايزر حد بعضهم. ب26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلأ لما تشتروا 2 شو أورغانايزر بتحصلوا على ثالثة مجاناً. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.